جزاكم الله خيرا. هذا مصري يعمل بالأردن، له مجموعة من الأسئلة. يقول بأنه تزوج من فتاة عاقلة وتعمل معلمة، ومنذ عامين وقبل الزواج يقول اتفقت أنا ووالدها على إحضار بعض أساسيات الشقة ومن ضمنها فرشة السجاد الموكيت، وعند الدخول وأثناء الزواج حدثتني زوجتي بأن السجاد سوف تسدد ثمنه من راتبها، فغضبت وعلى الفور قمت بحلف اليمين عليها بالطلاق ألا تدفع ثمنه، لأن ذلك إلزام على والدها حسب الاتفاق بيني وبينه. وبالصدفة حين حديثي مع زوجتي يقول بعد رجوعي من عملي بالأردن تبين لي بأنها كانت تسدد ثمن السجاد دون معرفتي تلقائيا، فما حكم الشرع بحلف اليمين عليها؟ والنقطة الأخرى، ما حكم تخليها عن عدم سماع كلامي وإطاعتي؟ أفيدونا بذلك. هذا يعتبر بحسب نيتك، فإن كنت نويت تعليق الطلاق على قيامها بتسديد القيمة وسددتها وخالفت يمينك فإن الطلاق يقع عليها، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. أما إذا كان قصدك من هذا الطلاق هو منعها من القيام بالتسديد وليس قصدك إيقاع الطلاق عند ذلك، فهذا على الصحيح يعتبر يمينا من الأيمان المكفرة، فعليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فإنك تصوم 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا.